شي واحد في الحاجه هات تماك مقدم تبارك الله ما عندوش السرج نعم دخل به بالابيض وديكرادي بالكحل تبارك الله الجلابه عاوتاني شفتها عند واحد صاحبي فيها الكحل والبيض اصورتي هذا هادشي روعه هادشي وسلام حتى هو دخل تسلام حتى هو باغي عند صاحبي الناس بالبيض والكحل شو تبارك الله خوتي على تماك كي داير شيش بين لي هذا مزيان زيد وضح لي هذا تبارك الله شوف اخوتي تحياتي الناس الحاجب هذا مقدم من الحاجب هانتوما اخوتي الناس الحاجب راه عندكم مقدم كيتهلا في راسو عنده لا سانتور اللور وهذه هي اللي بغيت ندير انا للتماك ديالي دير له لا سانتور حيت كيجيني صعيب في انت بغي نخرج هذا عاوتاني شكل اخر الخنجر بالاحمر الاحمر والصفر والخضر تبارك الله وكاين الخنجر مرسوم تما وهذه البيبوشة هذه كيعيطوا لها تاهي البيبوشة ديالها السانتورة طلبوا في هذا اللون هانتوما خوتي تا تماكات راه سي محمد تيريكلهم يمشي بنادم نيشان يتبورد الا بغات الجلال بسيري وجدوا له الكسوه كامله كومبلي صحابنا والله الا تيعلموا اي يعني انت غتمشي عند موالين انتم انت غتعرف نعمل هنا وكيصوب هنا نعم يعني انت تلاقي مع مول التوب وتريقل لهم كل شيء يمشي بنادم لا بد اليد يصوب اليد بغا ديال الماكينه معوطه مقاده ب 130 درهم يديها مخيطه اي اسيدي والمليح ماشي والمليح ها انتم سمعتوا اخوتي هادو تماكات اخوتي الله يبارك شو كي دايرين كلهم غير جلد ياك اخوتي قول لي السي محمد غتعطينا الاثمنه ديالهم الله يحفظك هادو خايتي تبداو من 100 درهم حتى 70 فرنك حتى 70 فرنك على حسب الجوده على حسب الجوده ها انتم سمعتوا اخوتي دابا بديت لكم بالجوده دابا من 100 درهم حتى 70 فرنك بديت لكم بالجوده هادي دابا الجوده ها انتم شوف اخوتي على تماك الله يبارك ما شاء الله بلا سانتور من اللور داكشي ناضي واقف وعنده هذا المقعد من القدام هذه اللي كنت هضرت لك عليها يجي بحال داك التماك ديال الشرق هذا عاوتاني ب 6030 فرنك 30 هذا كله جلد حتى هو جلد وفيه الرايه في الوسط والصقلي ما شاء الله هذا كومبلي بلغا هذا ما عندوش داك الجلده من تحت الفراشه كله بلغا ها هو حتى هو ب 30000 فرنك ها هو هذاك حتى هو بالفراشه اي جبدوا لي نشوفوا اخويا السي محمد شد معايا اخويا كريم نشوفوا اخويا هذا مراد اسمح لي يا اخويا مراد الله ها انتم اخوتي شوفوا على منظر كي داير في هذا التماك هو احمر كله جلد وفراشه ما عندوش دور يجي نبلغاه هو ياك نقولوا له بالملخه بالملخه ايوه الاخر بالنعل هذا هذاك داير هذه هي اللي كتسمى النعله هذا ملخه ملخه النواحي ديال القصر الكبير النواحي ديال القصر الكبير هما اللي طالبين لك هادو ما شاء الله ما شاء الله على تماكات كي دايرين اخوتي ما شاء الله هادو شحال الثمن ديالهم اخويا السي محمد؟ هادو وزناهم 35 فرنك 35 فرنك للتماك ولكن راه شي حاجه روعه انا عينه ديال 100 درهم الشيء اللي كيمشيو به للسوق ها انتم اخوتي شوفوا هادو ديال 100 درهم ها هما باش تعرفوا كل شيء العينه ديال 100 درهم حتى هما مصاوبين بالجلد غير هما ماشي شي على طوال وصافي هادو غير قدي وعدي غادي تنعيطوا لها جوطابل جوطاب يعني خدم بها ولوحه تنقولها لهم تنقول لهم باغي تسمك رخيصه هو كاين وراه ما كذبتيش هذا كندي فيه 20 درهم وشوف دابا شي انت السي محمد ما كذبتيش كتقولي الحقيقه دابا شحال في الموسم كنكونوا في الموسم والله الا كنلقى بحال التماكات مليوحين حيت كيدوز بهم بنادم كيتشرقلوا بالركابات من الجناب الواقع علاش كذب الواقع علاش عيانه راه عاديه باش تقضي ولكن راه ماشي عيب انسان كل واحد تيمشي على قد قياس برادو اللي ما عندوش 30 فرق يشري ب 100 درهم انا براسي نشري هذا نقضي به على نديروا ديال 100 درهم نديروا ديال 6000 7000 ديال 10000 ديال 14000 اللي بغى مرحبا ها انتم اخوتي كل شيء بالوضوح يعني زيد 100 وركب حدا الشيفور ها هو ديال 100 درهم ولكن اللي كيقول لك هو جو طالب فعلا الا قاسوا الركابات يتشردع صافي معروفه تقال لا يمشي هذا مثلا يضربوا الركابه ما يتزعزعش من بلاصتو كيبان لي كاليتي ماشي جلد وكيبان لي الثوب عرفتي صحيح هذه الصارمه ديال اليد هذا داير هذا عرفتي بحالاش داير بحال البرود كانت المينيتير اييه الصارمه هذه كلها وتحياتي للمينيتير
شادي صرمه ديال اليد. ديال اليد هادي باش تخدم في وسط هاد الجلد قاصح هكا راه يا سيدي ومولاي اللي كيخدم هاد تبارك الله. وهادي كتسمى بحال القوس ديال المدينه. هادشي زين هادشي. زخرافه تبارك الله. هاد الزخرافات كيكونوا اخوتي في دخلات المدينه. تا هي هادي زخرافه. ها هي هادي. تحياتي للناس المدينه وتحياتي الصناعيه وتحياتي لكم اخوتي وبرافو عليكم. والله العظيم الا هادشي راه روعه يا اخوتي. ما شاء الله ما شاء الله. الله يعطيكم الصحه. هذا كان خويا السي محمد لما جبدوا لي. الله يخليك وليدي. هذا عجبني. هذا المقدم ديال الحاجب. تحياتي للناس الحاجب كيتبوردو اخويا السي محمد. تحياتي لهم. هذاك العام حضرت لهم في مكناس. ما شاء الله يا خويا الله يعطيهم الصحه. ودازوا واحد الدراري من الحاجب. تحياتي لهم برافو عليهم. غير دراري جون اخويا وما شاء الله عندهم البارود. ما شاء الله تبارك الله. شو كيدير عنده هاد الطرقيه باش كيتحل ولا ما كتحل؟ كتحل. كتهبط لاسانتور حلي من الداخل. شوف 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 شو اخوتي غير الكويره الجلد. كتحس براسك لابس بوتيو ديال ويستير. ايه ديال كوبوي. كتحس بشي راسك لابس هاي دوره في رجليك. خنشه. تبارك الله. ينزل وينزل به. صحيح. الطولين بحال دابا منين يسالي بحال دابا يركب الركبه الاولى والثانيه. تايطيب. عاود يدير له شي فراشه النيلو من تحت. بحال هذا. يدير له فريشه اخرى. يدير له فريشه. يجي واقف. سورتي. دابا هذا شحال يدير اخويا السي محمد؟ هذا بيعنا ب 600 درهم. 600 درهم 12000. غير مصوب عندي السرج. هو مصوب السرج ديالو هنا. غير منين مصوب عندك انت السرج ديالو يعني كتسمى بحال بغيتي تتعامل معاه. ولا ما كانش مصوب عندك مثلا كليان العادي اي واحد. دابا 70000 فرانك. 70000 فرانك. ها انتم اخوتي دير معاه واحد. يمكن نصوبوا لك بحالو غير ب 40000 فرانك. نعم. لا ولكن هذه باينه الجوده اخويا. راه حنا كنعرفوا في الجوده لا في الاكل ولا في اللباس ولا في كل شيء. تنعرفوا الجوده. دابا حنا مشينا شي ريستورو حطوا لنا الماكله غنعرفوا واش الجوده ولا غير. شو البروتيج اللي شفتو؟ بروتيج واعر. تا هو في هاد الزخرافه ولكني بروتيجي دايره بحال شكل بروتيج ديال الكويريه. يعني تا داك الركابه ما تدخلوش للقصبه ديال رجليه. علي قال لي اصبح الجلد ديالو برومي. هذا كيخدم المعلم ديالنا برومي. برومي. الصراحه هادشي روعه. هادشي والله الا روعه. الجلد ديالو ديال البي كيتباع غالي. ديال البي؟ ديال البي. ياه. جلده كتكون جلده شحال ما كان في هذا البي كتخلص. طيح لك جوج تماكات ولا طيح لك ثلاثه كطيح ب 100000 فرنك 120000 فرنك جلده ديالك. تقدر طيح لك تماكت جوج ثلاثه. تا وزهرك. البي. الجلد ديالو غالي. وديال البقري. ديال البقري ولكن غالي اخي عبد العالي. اش من نوع اللي غالي باش نعرفوا ونعرفوا حتى المشاهدين. البقري تيكون الممتاز. ممتاز تيكون غالي بالثمن. وكاين بحال دابا ديال الكيلو كتشري بحال دابا بالا ديال الجلد. جلد بحال دابا هذا التماك ديالو ب 6000 ريال. نعم. كتشريه بالكيلو. بالكيلو. الجلد نعم. الجلد جاني بحال معزي بحال رهيف شويه. رهيف. هذاك جاني بحال الشكل ديال البرودكان. جلد البرودكان فيه. قال لك عطيها ربيعه. نزيدك حليبه. وراه ما قلتيش لعيب قلتي الهضره الصحيحه. واش نقول لكم اخوتي والله الا تمنيتكم تشوفوا هذا الشيء. ما شاء الله. وراه شوفوا المقدمين والله الا كاينه الجوده عند خونا السي محمد السقاط. والله الا كاينه. انا ماشي كندير له الاشهار حيت يعجبني وصاحبي وولده صاحبي قبل منه هو. انا كنجي للمدينه كندوز عنده كنرتاح معاه وتنبغي ندير معاه فيديو باش تنتوما تستافدوا. والمعلومه راه وصلت اخوتي راكم كلشي سمعته. هذا ما كاين ياك السي محمد. مرحبا يا عبد العالي. وزورنا خطره اخرى. مرحبا. دير لي المفاجاه بحال هكا. ندير لك مفاجاه. وبغيتك اخويا السي محمد غتقول لنا البارديه والمقدمين ديال المغرب كاملين هضر عليهم ودعا معاهم. التحيه لهم والله يعطيهم النجاح كاملين. من طنجه حتى للكويره. السلامه والعافيه للجميع. السلامه والعافيه للجميع. يركبوا سالمين ويهبطوا غالمين. لا اله الا الله. كلهم يطلعوهم تيسير. هادشي اللي كاين. يطلعوا ركوب العز ويهبطوا هبط الطاعه. ها انتم اخوتي هو كيدعى معكم السي محمد. وكندعى معكم وكندعى معكم تايا انا وكنطلبوا الله تبارك وتعالى يوفق الجميع. الناس البرديه كلهم الله يعمر اسلام. هو هادشي اللي كاين. الله يستر العيب. جايه من طنجه حتى للكويره حتى للتحت كلها شرقا غربا. والله العظيم. ابراهيم بداها من عند ابراهيم المسيحي وانت طالع. تبارك الله ما شاء الله. انتم اخوتي كلكم
اخويا السي محمد راه كيعرف البارديه ديال المغرب كاملين المقدمين، المقدمين صحاح، وحتى المقدمين اللي عاد بداو كيعرفوهم تبارك الله ما شاء الله. وتحياتي لك وتحياتي للاسره ديالك، وغادي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نختموها هنا ان شاء الله. تحياتي لكم اخوتي وتحياتي للمغاربه في العالم، والله يسهل على كل واحد، وبسلامه عليكم اخوتي، وساعه مبروكه ورمضان كريم، وعيدكم مبارك سعيد، وغادي يكون عيد زوين حيت تحت الشتاء، وغادي تكون صلاه الرحيم وغيكون نشاط، والزرع تبارك الله دار السبوله، وغادي يهود غادي يهود التبن ما يبقاش داك الثمن، وغادي يكون كل شيء زين ان شاء الله الرحمن الرحيم. تحياتي لكم اخوتي، السلام عليكم ورحمه الله.